بإشراف الأب الياس زحلوي أطلق من كنيسة سيدة دمشق باكورة مشروع ومضات من الإبداع، والذي يتضمن على 5 قصص وثقت تجارب إنسانية مختلفة لسوريين من داخل سوريا وخارجها. الملتقى لا يتعلق بالكتب التي شجعت على كتابتها بقدر ما يتعلق بواقع، هذا الواقع أشدد عليه دائما، وهو أن في أعماق كل إنسان طاقات تتجاوز الإنسان نفسه، تتجاوز مجتمعه، لأن الله وضع في كل إنسان إمكانيات هائلة، ولا سيما في الإنسان السوري. وأنا أطرح سؤال أود على كل مثقف أن يجيب عليه: لماذا نبتت الأبجدية في الأرض السورية؟ إيماني قاطع بأن في أعماق كل إنسان طاقات هائلة. أود على كل المسؤولين أن يسعوا لاحترام هذه الطاقات، أن يسعوا لتنمية هذه الطاقات، لتشجيع هذه الطاقات، لإتاحة الفرصة لها لكي تعبر عن ذاتها بحرية، بفرح، بواقع الحياة. وعندها صدقيني سيكون لنا حتى في قلب ما نعاني من جحيم من جراء الحرب على سوريا، سيكون لنا ومضات رائعة من طاقات بشرية ستغير أو ستساهم في تغيير وجه سوريا كلية. أود أن يسمعني كل مشاهد وأن يؤمن بما في أعماقه، لأن الله وضع فيه طاقات كبيرة، كثيرا ما يسعى المجتمع لإخمادها، لقهرها، لقتلها. أنا أدعو للحياة. هلأ اللي خلاني أكتب هاي الرواية الحقيقة هو وعد بيني وبين ابني، كان مفروض ابني يكتبه على أساس الفترة. هو ابني تشخص برين تيومر، كانسر راس، وعلى أساس هو يكتبه لما صار في مرحلة الشفاء، بس ابني انتكس وانتقل. فحسيتها هي رسالتي كأم، مفروض أنا لأنه وعدته أني أكتب له إياه، ما صح لي أكتب له قبل بدافع السفر والغربة وعدم الاستقرار. هلأ لما إجت الكورونا صار في هدوء بالبيت، ويعني صار عندي وقت أكثر. فوقتها حسيت أنه من ضمير أم ومن قلب أم لازم أكتب كرمال ابني اللي الحياة ما عطته حقه، على القليلة أنا أعطي حقه. بتعرفي لحنا هلأ كتير بحاجة للحب، ولننشر الحب، ولنتبادل الحب للحقيقة. وعالم الماديات كتير، الضغوطات النفسية كترت. أي إنسان بينشأ ببيئة فيها حب بيعطي كتير. فما بعرف، بتخيل إنه هالكتاب حيكون وشه خير إن شاء الله على العالم اللي حتقدر تقرأ. أكيد النهاية هو الانتقال، بس فيه كتير تجارب وخبرات مهمة نوقف عليها ما حأحكي فيها لأنه هلأ بالكلمة بدي أقولها. سو أكيد أنا مع الحب، والحب لحنا كلنا ربينا بحب، ما فينا ما نعطي حب، وبلدنا عودتنا على الحب. فالحب شيء مهم، يعني ما فينا بلا
ما فينا بلا، خاصة الأم. يعني الأم تنشئ بحب. عم تسأليني على الحب، يعني بينكتب كتب معي على الحب. في لك هو الكتاب اندعم من قبل أبونا زحلاوي. أنا قبل ما أنشره كنت أجيت من أمريكا، كنت بعثت له إياه وأخذت رأيه. قلت له أبونا إذا لقيت إنه هالكتاب مو خارج ينتشر للعالم، معلش أنا بنشره بين الأهل والرفقات المقربين. فكان أبونا رده إنه لا، لازم ينتشر. كنت مترددة شوي بالنسبة للظرف. قلت له أبونا بتعتقد هلأ هذا الظرف اللي لازم ينتشر فيه الكتاب؟ قال لي بالعكس، هذا الظرف المناسب اللي لازم ينتشر فيه كتاب. وهو كتابي رسالة حب، مو بس رسالة من قلب أم. يعني لما قلب الأم بيحكي، بيحكي حب أكيد. من عند أبونا زحلاوي، حتى كتاب قلب أم أبونا اختاره. هو يقرأ المضمون؟ تمام تمام تمام. يعني الله يطول. يا رب يا رب هالمشروع يتكلل بالنجاح، لأنه تأكدي ما في كتاب ما في منه فائدة، ما في كتاب. أنا كتابي فيه رسائل كتير. بوجه لأبونا بكل بساطة من قلب بنت ومن قلب أم، الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، ويضل مرجعنا، مرجع لبلدنا، مرجع ديني، مرجع روحي. قد ما بعدنا ما بنقدر نبعد عنه. أب هو الأب الروحي تبعنا، الله يحميه. زيون الغريبة بتحكي قصة عز إنساني وأغلى إنساني على قلبي وروحي، اسمها لين كويتر. استشهدت ب 18/11/2013، وبالشهادة أو بالكتاب عم بحكي عن مجموعة التغيرات ومجموعة الانحناءات والصعودات يلي مريت فيها برحلة شفائي، وبالرحلة يلي عانى منها معظم الشعب السوري، إذا مو 99% من الشعب السوري، ولا يزال عم يعاني منها لحد اليوم، سواء كانت كاقتصاد ولا كانت كحرب فقد شيء منه. وإن شاء الله هيك بأمل بإشراف الأب الياس زحلاوي تم الكتاب، وبأمل إن شاء الله أنه يلاقي الشيء اللي مطلوب منه. بالدرجة الأولى عدم الاستسلام ومواصلة الجهاد والكفاح بأي موضوع نحن عم نشتغل عليه، سواء كان كتاب، سواء كان خدمة عم تتقدم، سواء كان أي شيء ممكن نحن عم نساوي، بس أنه حتى لو أخذ سنين نضل على نفس المبدأ ونضل عم نشتغل عليه لحتى نوصل للهدف اللي نحن بدنا إياه. ونشكر الله، يعني أخذ المشروع حوالي 8 سنين. يعني هذه هي التغطية تبعكم أهم، يمكن أهم من حديثي. بس أبونا الياس زحلاوي، العلاقة اللي بيننا وبينه يعني بصراحة بتخليني قلك بصراحة، بس يقلي ألو في شغلة لازم تكون موجود فيها، فبيجي بدون ما هذا. لذلك أي شيء بيحرض على الإبداع وبيطلع بنتيجة كتير كتير منيحة، فلازم تعرفي إنه وراه بيكون شخص مثل أبونا الياس. الأب الياس ما في داعي أحكي قديش عنده همة فظيعة بهالقصص. يمكن أستغل هاي فرصة لقائي معك حتى أقول عبر شاشتكم أو شاشتنا أنه يمكن السي دي الأخير اللي هو الوصية الأخيرة اللي عملناه بسنوية وتوزع على 40 وسنوية ميادة الله يرحمه، أنا كان كل الفضل فيه لأبونا الياس. فبعتبر انه هو هالخمس شباب او هالخمس كتب اليوم اللي بدأت يصير يتقدموا او يفتتح فيهم، فانا برأيي انه شيء بيشبه الشيء اللي عمله معنا ابونا. المزامير اللي عملناها واللي معظمها ما سمعتها ميادة، واللي طلع السي دي من بعد ما توفيت، انا بسميه عمل يعني لا توخزيني كمان يا مثل الابداع، بيصير كتير كبيرة لانه أما لأنه في شيء كان كتير 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 أكثر من الطبيعي اللي صار معنا. خاصة رح أرجع أكرر للمرة ما بعرف يمكن الألف، الوصية الأخيرة اللي سجلتها ميادة وهي قبل ما تتوفى بأيام، واللي هي كانت نقطة كتير بتحولت لي كتير شغلات بحياتي، أنه الإنسان لابد وهو عم بموت أنه يضل يأبدع لآخر لحظة بحياته.
اليوم هذا الشيء اللي عم نشوفه نحن بهذا الجو بالبلد للأسف المشحون بكثير مهموم وكذا، هذا بيخليك تشوفي انه انت معك ميكروفون وكاميرا وجاية بكل حماس لتغطي وتعملي. انا متأكد انه مالك جاي تحضري ديفيلي ولا جاي تتفرجي على حفلة رقص ولا حفلة غنية وموسيقى، ما فهذا الشيء كمان شيء بيخلي الواحد يعني يتفائل بالخير. بصراحة ما راح أكذب عليكي وصدر عواطف جياشة أو مزيفة، ولا راح أكون كتير يعني بصراحة هيك منظر بالموضوع إلى حد ما، خلينا نقول حتى ما ننسى أنه نحن كمان بني آدمين، يعني برا يعني نحن منشوب وبنبرد وبنجوع وبنقطع من الفلان وفلان، بس ما راح احكي على ولا كلمة من هدول. انا راح احكي على شغلة اللي قلتيها انت قديش مهم كتير نضل متوازنين. اليوم ابونا الياس بعمره 90، الله يطول بعمره. اليوم انا بشوف ابونا الياس اللي عم يعطي هو اهم من عمرنا نحن اللي عم نعطيه بعمرنا، وأهم بكثير من الناس اللي عم يعطوه بعمر شباب. يعني ليه؟ يعني أنت برأيك هذا هو هذا الجواب بهالعمر ما شاء الله عليه، ترجمة إيميلات ملاحظات انتقادات تحفظ كل شيء. أنا بدي أقول بس آخر شغلة، إنه طالما في أشخاص بيشبهوا أبونا الياس بهالبلد، أنا برأيي هاي البلد بتضل بألف خير. طالما في ناس هيك أشخاص، وطالما في أشخاص منظرين وكذابين وعلى الفاضي، فكلياتنا من نروح على الحضيض كل مالنا. برجع بتشكرك، بتشكركم كثير على راسي، سلمي لي على لنا.